وامده معكم انا هون مع يوسف غندور من انا بصلي تطبيق مقال انترنت لصلاة. يوسف كيفك؟ الحمد لله. So, كتبت مقال عن انا بصلي حاليا موجود بالوامده بس بدي اعرف شو عملت قبل من انا بصلي. قبل انا بصلي اشتغلت على اكثر من مشروع, واحد منهم اسمه تايم بيل واشتغلنا عليه فور 1 year تقريبا. المشروع عباره عن زي فيسبوك تايم لاين, وقفنا الشغل عليه برضه زمان. بعدين بدات اشتغلت على بروجكت ثاني اسمه بابسي لتشير الكونتنت يعني بالمنطقه معينه. بعدين هلقيت عملنا بنركز كثير على انا بصلي, هو ده يعني الشيفت الرئيسي الوحيد اللي بنشتغل. وليش بلشت انا بصلي هلا؟ ليش انتقلت مشاريع ثانية مش فرمة؟ المشاريع الثانية كان في مشكلة في عندنا في لكل الرياديين الموجودين بالمنطقة بتوقع, اللي هي المشكلة في الريسك كابيتال بنسميه, انه فيش مصاري, فيش فاندينج, فيش سيد فاندينج. ومش بس هالمشكلة, برضو في عندنا النو هاو كيف تو ريز ماني, فعندنا احنا شوية تشالنجز في كل الايكو سيستم. شو لازم يغير بالإيكو سيستم الفلسطيني؟ إحنا ليتا في عنا في بيكس عمالنا بنشتغل على تغيير هذا الإشي اللي هو الإيكو سيستم في موجود فلسطين. نحاول نخلق إحنا الإشي بنسميه نوليج بيس إيكونومي. عمالنا بنشتغل على كثير من المشاكل أو التشالنجز إذا بتقدر تسميها هيك, زي الابتكار, الإنوفيشن, الريادية, الانتربرنورشيب. فاحنا عمالنا نشتغل مع بعض كجراس روت كوميونيتي, نشتغل على الليفل هذا, بنحاول نتعاون مع بعض كلنا, نساعد بعض, نعلم بعض, نعطي فيدباك لبعض على اساس كلنا الكوميونيتي هاي مع بعض تتحرك ونقدر نوصل للجولز. عمالنا بنحاول نجيب اي شيء ناقص عندنا من خبرات معينه, مثلا من معلومات بنحاول نجيبها من برا للكوميونيتي, سواء عن طريق بيكس او حتى عن طريق كوميونيتي ثانيه موجودين في فلسطين. ممتاز, لانه المشكلة بالايكو سيستم مش المال بالضبط, مش المال لحاله, صح؟ في عندنا مشكلة انه اللاك في الريسك كابيتال, مش عندنا كثير الكالتشر انه مثلا انجلز يجوا يستثمروا في ستارت ابس لساته مش ذير. بس برضه at the same time people عندنا لسه we need to learn more, بدنا نتعلم how to raise fund, how to attract. So it is كلها بتشتغل مع بعض, it's an ecosystem. It is very young, وليت عمله بس عملنا متحسن بطريقة كثير. إن شاء الله تونس ساعة للرياديين. هلا أكثر شيء أنا في كثير شغلات ممكن أنصح فيها الرياديين حالياً, بس أكثر شيء أنا لاحظته بجزء بآخر أسبوع إنه في عندنا كثير تالنت, في كثير شباب موهوبين, في كثير أفكار حلوة, بس المشكلة اللي أنا بشوفها أو واحدة من المشاكل بواجهوها اللي هي الفوكس, ما عم بركزوا على أيديا واحدة. فأنا نصيحتي لهم بس يعني ركز على ايديا واحدة, طلعها غاد, طلعها برا, حاول انها تعطيها كل ما عندك, بعديها اذا ما زبطت خلاص ما زبطت, بس ما بتقدر تضلك تتنطط بين اكثر من فكرة وفكرة. لازم يركزوا. شكرا كتير لوقتك. عفوا.